الزلف الاول السلام عليكم لي زالجيريا وين راكم. بون اليوم بغيت ندير لا فيديو هذه باسكو يا الجزائر راهي مخروضه اليامات هذو راهي كثرت بالله بزاف النميمه. واليوم ندير لا فيديو هذه على العربي زيتوت باسكو العربي زيتوت هذو عنده 20,000 وجه راهي بلعت في الناس راها يدي الناس كما يقولوا لك النميمه راهي كلخ الناس راهي يدير منافق يعني رقم واحد. العربي زيتوت هذا اولها يا ماشي جزائري الى جزائري حركي كما قولي لك بالاكسبيريونس حركي كبير باسكو راه لولا ما راش داير الحياه نورمالمون هذا لو كان ما عندوش وجود وجوه على حسب العقليه نتاعو والضمير نتاعو والعربيه نتاع الشرق الاوسخ نتاعو يدير الحياه حتى لهنا. دونك هاو عنده وجه اخر وجه اخر واش راه يقول ما كانش ما راش واش عنده في قلبه. بون اليوم هذا بغيت ندير لا فيديو عليه باسكو وعلاه هذا بغا يوسخ انظف راجل في الجزائر هو اسعد ربراب. اسعد ربراب انظف راجل في الجزائر ورجل الاعمال ورجل اللي يحب بلده. لماذا؟ لان هذا يخدم مع القطر والقطر بغاو يشريو كاع الجزائر وبغاو يستعمرونا لان ربراب ما يخدمش مع الشرق الاوسخ هذا. دونك هذا هو هذا العنصري كي يقول لكم هذا قبايلي شاوي مزابي عربي خوا راه يكذب عليكم. حنا مزابي شاوي قبايلي عربي كي يكونوا كاع رجال رانا خوا بصح العرب اللي عندهم الفكر كيما هذا انا ما راهمش خاوتي لان راهم عديانين تاع الجزائر. ونقول نوري لكم دروك واش راه يهضر باش يمسخ الرجل الناظف في الجزائر هو اسعد ربراب. ويؤثر بسلوكه وتصرفاته على الناس. اما ان تنظر او تتعاطف مع ربراب اللص في التسعينات حينما كان يذبح الشعب الجزائري لانك قبائلي انت فانت مخطئ. خوك في الدار عندما يكون ظالم تعاطف معاه. ما بالك في الدار تقعد ظالم ما تعاطفيش معاه وما تعاطفش معاه. انصر اخاك ظالما او مظلوما او مظلومه قال رسول الله ننصره مظلوما عرفنا ذلك. كيف ننصره اذا كان ظالما؟ قال تمنعه عن ظلمه. تمنعه عن ظلمه. احرار القبائل يعرفوا ان ربراب كان لصا. احبس احبس. شوفوا دروك يا خاوتي يعني وين وصلنا بالنميمه بالنفاق. وبالحركة هذو كيما هذا وكاين بزاف ولوفات حركة كيما هذا في الجزائر. يعني هذا راه يقول القبائل ما تنوضوش مع ربراب وما كاع الشعب الجزائري ما تنوضوش مع ربراب. ربراب لص. وعلى ما قالش ربراب سراق يقول كلص وعلى لان اللي عطاولو الورقة من القطر باش يتكلم مع ربراب قالوا له يلزم تقول ربراب لص لان باش يفهموه كاع في الشرق الاوسخ وكاع باش يفهموه كاع العالم. العكس ربراب انسان محترم في العالم انسان محترم في الجزائر. بالله ربراب ما هو لص. ربراب ما يقدروا يحكموا ما يقدروا يديه للمحكمه لان ما عندنا دوله اولوها. لان الان دوله اللي خرج شعبها للطريق 24 مليون للمسيره السلميه
ما تعتبر دولة. حنا الآن ما عندنا دولة في الجزائر باش تتحقق ولا تحكم على البراب، ما عندناش دولة في الجزائر. إلا كاين المحكمة في الجزائر، الأولين هما قايد صالح المجرم خالد النزار، لا فامي تاع بوتفليقة، هادو هما المجرمين الأولين. والعدالة إن شاء الله نهار اللي تدي الاستقلال للجزائر، إن شاء الله نهار يحكم الشعب في الجزائر، هذاك النهار ممكن تكون محكمة للناس كاع. ونوري لكم دروك البراب واش راه يخطط. Imaginez-vous uniquement cette technologie de membrane sans les exportations des futures stations qu'on va aussi exporter va générer pour 500 centres de production 15 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures. Est-ce possible toute l'industrie algérienne, toute l'agriculture algérienne n'exporte qu'à peine 2 milliards de dollars en dehors des hydrocarbures. On doit encourager ce type de technologie. C'est le seul, c'est la première fois dans l'humanité, je dis bien la première fois dans l'histoire de l'humanité, qu'un pays en voie de développement a développé ou possède une technologie qui n'existe nulle part au monde et que le monde entier a besoin. C'est la fierté de l'Algérie et c'est la plus grande richesse pour l'Algérie. اخويا واش نقولك، السير براب ربي يطول في عمرك، ربي يكثر رجال كيما انت في الجزائر وكاين بزاف، وربي ان شاء الله كيما يقولك يسترك من العباد هذو الجهاله كيما زيتوط هذه، كيما جماعه قايد صالح، هذو المجرمين كيما المفسدين كاع تاع الجزائر. يا لي جون الجيريا، يا شبان الجزائريين، هذا مفتاح نتاع المستقبل نتاع الجزائر. إيه هذا إلى هذا راه سراق، أنا نحب نشوف منه 1000 سراق، 1000 سراق. هذا غير البروجي هذا، وما خلاوش يخدم البروجي هذا، راه يقولكم يدخل 15 مليار دولار للجزائر. شكون يقدر يدخل خير 1 مليار دولار للجزائر؟ لي سرقوا داو دراهم هم البرا، لي سرقوا راهم باعوا الجزائر، لي سرقوا راهم يفسدوا دراهمهم في شونزيليزي، في المكان الوحشي بوحشيفة. يا لي جون، هذا هو، هذا هو السيد ربراب، هذا هو المستقبل تاع الجزائر. ان شاء الله نهار الجمعه نكونوا كاع معاه، صغير وكبير نكونوا مع ربراب، وان شاء الله يخرج، وان شاء الله ربراب يولي مستشار للدوله الجزائريه، ان شاء الله ربراب يولي ان كونسيي بور لا نوفيل جينيراسيون الجيريان. هذا واش نسحقوا في الجزائر؟ هذا في 5 سنين يرجع الجزائر لو ميور بيي دو موند ان شاء الله. نعطيولي كونفيونس، هذا يستاهل كلش. ما تبعوش المسطول هذا نتاع رخيص، هذا نتاع العربي زيتوت وجماعته. العربي زيتوت باو يديرو دولة إسلامية في الجزائر. العربي زيتوت جاهل، وهو وجماعته والقطر والشرق الأوسط كيما راهم. سعيد بوتفليقة طحان رخيص، باعوا البلاد، ماشي جزائريين، هم لي كليفري ألجيريا، هم لي كليفري ألجيريا. حنا ما راناش ضد العرب، رانا ضد العرب الفاسدين اللي ما يحبوش الجزائر. يا نيجان راني معاكم، ما تمنوش الخبثة هذو. نورمالمون نهار الجمعة
ان شاء الله برب يتعشى في داره هو برب ولادو نظاف كي يقول لكم العربي زيتو تاع لا سكور دروك راه يتباع 9000 في الجزائر سكور 90 دينار راه ارخص كاع في العالم كاع يتباع اكثر من 90 دينار لسعر المستهلك بور البري كونسوماتور رب ما صراتش رب ما كانش وزير رب ما كانش والي ولادو ما كانوا ما خدموش في الوزاره ما كانوش ما خدموش ما كانش وليدو والو ولا مينيستر ما كانش وليدي مير باش يسرق نعلو الشيطان ما تبعوش الخبثة هذو هذو العربي زيتو تولدي مع خبثة القبائل تسمن ترى العربي زيتو زواغيث الدوث زوال كازاكي غالا واكي تسعى الجزاير عومان اما كير دود واكير عفوش تكفوس و انت من ترى العربي زيتو تلقاوني قار القبايل زعما انت لكني كالسوادة لوني قدمي ضرة لوني نشو هادا القبايل كوتي القبايل كاع فستي موتر مو موتر مو كاسك تو في سي با كاسك تو دي قول لي نيدا شو لا تخدم ماشي دا شو لا تقارض الهضرة باطل القبايل اكويث اكويث رب راب ذا الكاز زديك اخوي تاع القبائل سي لونور دو لالجيري سي لونور دو لا ريجيون كابيلي وكاين رجال بارتو في الجزائر والسلام عليكم سان ميرس على بروشان فيديو